السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ معك آدم شاهين، منتج تمور من ولاية ولاد جلال، بلدية دوسن. شكون اليوم راكم حاضرين في هذه الطبعة الثانية للمعرض الدولي للتمور؟ نعم. راكم حاضرين هذه أول مرة؟ أول مرة. إيه. دونكو جبتونا من دوسن؟ دقلة نور، اختصاص دقلة نور. كيفاش شفتونا؟ شايفين إقبال كبير على النوعية؟ الحمد لله، ما شاء الله. الحمد لله إقبال جيد ما شاء الله، والناس عجبتهم السلعة. يعني الان لما نقولوا راه المنتوج راه معروض الان، ماهيش مده كبيره من تم جنيو، حوالي شهر هكاك. كان محصول كثير هذا العام ولا هذا العام؟ قدر الله، يعني المحصول قليل. واش السبب؟ ابتلاء من الله عز وجل، يعني كانت جائحه، يعني وين فسد التمر. مرض ولا مرض؟ ايه. هل انتم ايضا باش تقاوموا هذه الامراض، هل كاين امراض تجي جديده وما تقاوم الاول المبيدات؟ رانا نديروا في المبيدات بصح ما هذا نوع جديد. هذه لا كاينه، هذه يعني تاثر يعني كل تمر سنواتك تعاود تجي هذه الجائحه. نشوفوا يعني في عالم الجزائر دونك راكم تصدروه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا اوروبا، يعني نصدروا لاوروبا حاليا، وان شاء الله نتمنوا نتوسعوا للدول اخرى وبلدان اخرى ان شاء الله. والان كيف تشوفوا اقبال الناس راهم يشرو؟ الحمد لله، الناس تاكل وناس تشري وما شاء الله. هل انتم دقلة نور تاعكم هي البريميوم يعني الاولى ولا كاين انواع؟ ان شاء الله. لا، احنا نخدموا الليكس الاولى ان شاء الله. دونك الشجره مثلا من الكلا شحال تقدر تمد؟ كاين على حساب، تمد حتى لزوج قناطر اذا نادرا، بصح هي العرف تمد قنطار. كاين نخل اللي يمد زوج قناطر، قنطار ونص، كاين اللي اقل على حسب الصلح تاع الا ما فسدلكش المنتوج. هل جاوكم ناس يعني مثلا من ليبيا من بلدان اخرى؟ جاو ما شاء الله، درنا اتفاقيات وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله وتتم الاتفاقيات. يعني طلبنا اللقاء في بسكره ان شاء الله باش يكون توسع اكثر وان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك.